<applause> آه، طوفان الاقصى اللي من اكثر القطاعات اللي ضرت يعني آه، اللي ضرت بالعدوان جراء العدوان الاسرائيلي على غزه الجانب الاسرائيلي المره هذه هو اللي تضرر وكنا قلناها هو قطاع المقاولات اللي شد ركود كبير على خاطر تو برشا آه، ناس جندت دونك تخدم في 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 بلايص اخرى دونك تراجع بنسبه 15% في بناء في عمليه البناء خاصه دونك ركود كبير اللي بدل العرض والطلب دايوغ زاده دا باش نحكيو مازلنا على حكايه السكن فما ازمه سكن زاده في 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 الكيان الصهيوني دونك البيانات هذيا جات على مكتب المركزي الاسرائيلي للاحصاء يقول اللي فما دي ديما طلب على الشقق الجديده والقائمه لكن في انخفاض يعني في انخفاض كبير الطلب وحتى جانب العرض ما تتوقف تماما تماما والبناء معناتها كيف كيف ن... عملية البناء برسك معناتها واقفة مش واقفة لكن انخفضت بطريقة كبيرة دونك هوني يقول لك تعاملات الشقق معناها عدد التعاملات ولا النسبة نقصد ب 54% مقارنة بنفس الشهر عم ناول في 2022 هذا اللي قالت عليه معناتها جيرز بوست وقالت هذا أمر يثير القلق. فوتو اللي ثم برشا مؤسسات الحقيقه ولات معناتها بالاساس مبنيه على فلسطينيين معناتها هما اللي يبنيوا من خاصه من ال... من الضفه الغربيه انه برشا آه يعملوا في في معناتها يعملوا في ال... عند الكيان الصهيوني في اسرائيل دونك آه هو معناتها التقرير يقول لك انه كان تم مشروع في بناء 61620 شقه من اكتوبر آه 2022 الى سبتمبر اللي فات قبل ما تبدا آه عمليه معناتها طوفان الاقصى وديجا فما انخفاض مع

آه وكي تنحي الشقق المهدمة معناها آه الانخفاض معناتها يولي معناتها يبلغ سبعة وخمسين ألف وستمية وخمسين وحدة معناتها نقص منهم ألف الوحدات معناتها اللي بداو يبنيو فيهم آه وقال معناتها مع حسب جيرزي بوست يعني يقول لك الأرقام هذي ماهيش آه معناتها كان تأثير عملية طوفان الأقصى والحرب آه معناها مش أو على الأقل ما تعكسش بشكل كامل تأثير آه عملية طوفان الأقصى باردون <applause> <من أحسن. تصفيق> آه خاطر العمليه صحيح اديت الى أه تباطؤ كبير في قطاع البناء والمعتوق قطاع آه التشييد وهو هو ما نتصورش فما اليوم فما شكون ينجم يعمل قراءة من الجانبين مادام العملية العمليات مستمرة تل أبيب هي اللي أكثر فيها ما شقق وعمليات بناء شديدة بنسبة أربعة وعشرين فاصل ثلاثة بالمية القدس فيها أقل يعني يعني تقريبا يقول استحوذت مدينة تل أبيب وضواحيها على نحو نصف عمليات البناء الجديدة <applause> آه، بنسبة 24.3% و 22.9% مع تعالى التوالي من بعد تجي القدس آه، بعد تجي بتيام وبعد تجي عسقلين عسقلين يعني اللي سمعنا بها برشا اللي هي خاطرها قريبة من من غزة وحتى الميناء نتاعها آه، واقف يعني أثر آه، معناتها العملية أثرت آه، بنسبة كبيرة الإيجارات أيضا آه، أظهر معناتها ارتفاع بنسبة 50% فينا الـ في معناتها في أسعار الشقق اللي معروضه متاحه للايجار علاش على خاطر هوني معناتها نلقاو مقال اخر مثلا يقول لك طوفان الاقصى تضغط على سوق الشقق السكنيه في اسرائيل على خاطر سامبلومون فما ناس هربه من المستوطنات دونك وقت اللي يولي الطلب معناتها يفوق حتى العرض فورسيمون معناها ويستغلوا في بعضهم هما هما هوني <applause> معناها دونك ارتفاع 50% معناها في المعروض من الشقق المتاحة وانخفاض بنسبة واحد فاصل خمسة في الإيجارات دونك يقول لك تحول تحول كبير وانخفاض هذا ايضا جراء طوفان الاقصى ايضا في روسيا اليوم تقول لك انه معناها عدد الوزارات ما تبش ينقص في 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 الكيان آه هوني معناتها جراء عجز الموازنة دونك وزارة المالية الإسرائيلية توصي بإغلاق عشرة آه وزارات آه وحسب تقرير القناة 12 الوزارات اللي يحبوا يغلقوها هي وزارة المستوطنات والبعثات الوطنية وزارة القدس والتقاليد اليهودية معناتها وزارة وزارة <applause> اسمها وزارة القدس والتقاليد اليهودية أنا بدي نقرا معناها آه وزارة الاستخبارات ولو أني نشك أنه معناتها وزارة هذه تم غالقة وزارة تطوير النقب والجليل برئاسة معناتها اللي هي يرأسها يتسحق فصله لو وزارة التعاون الوزارة اللي, اللي قاعدة تنقب ديما ت... تلوج على الهيكل معناتها يظهر لي أي تحب تهد المسجد ما. وزارة شؤون الشتات والمساواة الاجتماعية أسمع عندهم شتات هما بالي شتات عند الفلسطينيين هم 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 اصلا معناتها اللي هي الميت الاسطوره كلها مبنيه على على الشتات وزاره شؤون استراتيجية وزاره وزاره التراث عندهم وزاره التراث آه وزاره النهوض بوضع المراه هذوما وزير التراث اللي قال قنبله نوويه نقبلوا بها غزه يا اخي ازيحوا على الاقل مؤقتا آه آه نتنياهو آه دونك آه معناتها اوصت وزاره الماليه بخفض على القيل الاموال الائتلاف بخم... بقيمه 5 مليار شيكل وهي ال... ما تقولك لك الاموال المخصصه لتغطيه المطالب الاساسيه للاحزاب زيدا الغاء الدعم على اسعار اسعار الغاز زيادة الضرائب على السجائر فرض المزيد من الضرائب على الفوائد في صناديق الدراسه المتقدمه وكان ما فماش خيار اخر ممكن ياسر انه توصي برفع ضريبه القيمه المضافه على تقريبا جميع السلع الاستهلاكية واللي هي حاليا ما تقدر ب 17% يعني يمكن طالب بالزيادة فيها باش يعملوا باش يعملوا ثورة معناتها الشعب ما تصورش الجماهير الصيونية ما تصورش ترضى باللي قاعد تقول فيها هو هي حاجة تضحك ولو أنه معناتها هذوما يقعدوا معناتها قراءة يومية راهي ماهيش قراءة شاملة معناتها هذا ماهوش اكزوستيف يعني ديما فما شكون يقول لك راهو ليكونومي زغيرين سو تري بيان معناتها مالغري فهمتني مننا. لكن الحاجة تضحك يوليو يضغطوا قاعدين يضغطوا على رواحهم معناتها داروا على على الناس اللي اللي ساكنه معناها مم. اللي مستوطنه غاديك دونك يزيدوهم في القيمه المضافه فما الميزانيه التكميليه لعام 2023 اللي تم اقرارها باش تغطي تكاليف القتال يعني اللي بدأ نهار 7 اكتوبر، دونك زادت النفقات العسكريه، النفقات المدنيه خاطر فما زاد اشخاص بدون مسكن يجب ايوائهم، معناتها اللي خرجوا من المستوطنات، دونك الميزانيه هذة وجهت معارضه على خاطر زاده خصصت التمويل لبعض المشاريع غير المرتبطه بالمجهود الحربي، معناها هما هذيا معناتها حسب التايمز اوف اسرائيل راهو معناها ماذا بيهم يزيدوا اكثر في معناتها في في الحرب آه نجيو آه لروسيا آه في روسيا فما حاجة معناها شدت انتباهي مع عادش مش السلع في روسيا جودة السلع يقول لك أكثر من ربع الروس يفضلون المنتجات الحلال آه معناتها تقرا عنوان كيف هكا باش تمشي معناها ديريكتومون ما عادي معناها فما آه جزء من الشعب مسلم في في روسيا لكن آه رئيس آه هيئه الجوده الروسيه آه اسمه ماكسيم آه بروتاسوف يقول لك لا راهو عدد المسلمين في بلادنا ما, ما يتجاوزش 15% مم. بالمئة. مم. معناتها كي نقولوا ربع روسيين راهو نحكيو على 25% معناتها حوالي 25% دونك اللي هما يفوقوا دوك عدد المسلمين اللي يختاروا انهم يستهلكوا المنتجات الحلال اكثر من ربع المستهلكين يقول لك يفضلوا المنتجات اللي تحمل علامه حلال واللي المنتجات هذه حصلت على شهادات جوده اضافيه من الهيئات الرقابيه الروسيه. ما تنساش حاجه اللي فما نظريه راه تعتبر انه المنتوجات الحلال معناتها بعيدا حتى نحكيوش على الجانب الديني لكن فما جوانب اخرى تناقش معناتها في علاقه بالجانب الصحي اتسيتيرا معناتها هذا هو دايوغ هو حكى اكثر على على الجوده يعني مثلا الجيلاتين دو دو وغيره اللي مش حكيت كما قلت انت مش حكيت مع جانب ديني ولا عقيدي لكن ظهر انها مضره بالصحه معناها دوك فما يقول لك معناها حتى مطاعم حاليا حالت في روسيا أه وتحصلت على شهاده معناتها على شهاده مطابقه لمعايير الشريعه الاسلاميه عطاوها معناتها حمايه المستهلك في في روسيا روسيا ايضا حلت شركه حلويات كبيره آه ماخذه آه شهاده شهاده حاليل وهذا كله قاعد يشهد في اقبال من المستهلكين آه كما قالت منان ل... بغض النظر عن عقيدتهم ما خاش نكمل بقيه الكونيك مش مشكله كل يوم هكا كل مقموعه انا مقموعه لا 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 <تصفح> لا لازم لا لا <applause> تعطيك اكثر وقت وتحكي ما. فيه على السودان نحب نحكي شوية باي على السودان على خطر هاي. أكثر من 7 ملايين و ألف شخص اليوم دي بلاسي أه مشاكل كبيرة ويعتبروا أن العالم ظلمهم مش قاعد يحكي عليهم زيدا أه غزة مهمة السودان مهمة كلهم في, 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 في بار العالم مهم نحكي عليه خطر تم ظلم كبير قاعد قاعد يصير زي كيف كيف با عملية اغتصاب وتهجير وقمع وحسيدوا مشاكل كبيرة غدوة إن شاء الله نقولكم لكم على الأسامي الشركات اللي علقت أو غيرت مسار سفنها بعد هجمات الحوثيين مش تستغربوا اللي كبير كبير طيب. تاثير آه. ها. آه. حتى كانك صغير تنجم تاثر معناتها من الاشكال صفيه المحرر في الاخبار كالعاده نسرقوا لها ديما ثلاثة اربع دقائق من وقتها ومن بعد راجعين